لمحبي حلوة ديال الكوك القديمة والزمانية، الحلوة الرائعة اللي كلشي كان تيموت عليها وكيحبها وكيعشقها. حلوة الكوك بسيطة واقتصادية والسهلة والرائعة واللذيذة، الهشيشة اللي كتذوب في الفم وكتذوب بالعكس كتذوب في اليد قبل الفم. غنحضروها مع بعض اليوم، وصفة جد اقتصادية ناجحة 100%، جد سهلة في التحضير كيف كتشوفوا، لذيذة رائعة. هذه الوصفة ان شاء الله غتعجبكم اكيد، لانها جد بسيطة كيف كتشوفوا، كتفرتت في اليدين، كتذوب كتذوب ذوبان في اليدين قبل من الفم. على بركة الله غنبداو الطريقة ديال تحضيرنا لهذه الوصفة الرائعة واللذيذة، الحلوة الزمنية، حلوة ديال الكوك اللي ما كيلمسهل منها وما اروع منها، وان شاء الله غتكون ناجحة معكم الا ثبتوا الطريقة ديالتي. اصلا هي محتاجة في لا تعقيدات لا والو، على بركة الله غنبداو الوصفة ديالتنا. اول حاجه بديت بها انا غادي نعبر تقريبا 250 غرام ديال الكوكو، جبت الميزان باش نضبط المقادير. هي وصفه صراحه ما كاين فيها تعقيدات لا والو، صراحه جد 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 سهله هذه الوصفه. المهم انا نعبر 250 غرام ديال الكوكو. وبالنسبه لبقيه المقادير، ها الكوكو عبرته 250 غرام، غنحتاج كاس ديال العنبه ديال السكر، 4 ديال البياض البيض فقط، قبصه ديال الملحه، ساشي ديال الفانيلا، وغندير اكيد واحد القشيره ديال الحامض غنحكها باش تعطيني النكهه ديال الحامض. كيف كتعرفوا الكوك والحامض كيتواتوا بشكل جد رائع. اول حاجه غادي نفصلوا الصفار على البياض، غنحتاجوا فقط البياض الصفار، غنحتفظوا به في الثلاجه، نديروا به ان شاء الله وصفه جايه ان شاء الله قادمه، تشيز كيك او غيره، المهم حنا نعرفوا اكيد غنديروا به. المهم غنفصل الصفار 4 بيضات. بالنسبه للبياض ديال البيض ما كيهمش سواء كان بحراره الغرفه او بحراره الثلاجه، صراحه خرجوا من الثلاجه مباشره وانا نخدم به ان شاء الله، يعني ما حتاش انه يكون لا سخون لا بارد، عادي بحال بحال نفسيان، يعني يا سخون يا بارد، هو من الاحسن يكون بارد. علاش؟ باش كيطلع معنا بسرعه، لان غادي نطربوه هو اول حاجه، نديرو على شكل مورانغ. صافي، من بعد ما فصلنا البياض على الصفار، دابا ضفت قبيصه ديال الملحه وغادي نطرب هذا البياض ديالي. المهم بالنسبه للتصوير نخلي معكم المراحل باش تشوفوا بالضبط الطريقه، بدون مونتاج بدون لا نقصان ولا زياده. نحاول نطربو بسرعه متوسطه حتى كنبدا غدا كنعلي في السرعه ديال الطراب ديالي الكهربائي. المهم هذه الوصفه تحتاج للطراب الكهربائي باش كنخدم معنا البيض، وكيجينا كتجينا وصفه سريعه ما كنتعذبوش بالخدمه، خدمنا بيدينا تكون شويه قضيه قاصحه. وانا كنطرب غادي نضيف له دابا ديك ساشي ديال الفانيلا. بالنسبه لهاد المورينغ غنبقاو نطربوها حتى تولي كتبري، هانتوما تشوفوا الشكل ديالها في الاخير. وهداك السكر غنبقاو نضيفوه شويه بشويه شويه بشويه، وحنا كنطربوا ما نسبطوش دقه واحده، غنبقاو حنا كن فورما دي يوبيا كما تيقولوا بالاسبانيه، يعني شكل بحال كنصب عليك الشتا. حنا كنطربوا، حنا كنصبوا هذوك الحبيبات ديال السكر شويه بشويه. انتما كيف كتشوفوا المورينغ بدا كيطلع معايا ولا كيعطي داك لا بريونس ديالته، ولكن مازال خاصو تطراب. المهم المده ديال التطراب كتتراوح بين 4 5 على حسب الطراب طبيعه الحال كله ولا بوتينسيا ديال التطراب ديالو او السرعه ديال التطراب ديالو. المهم غنستمر في التطراب تنكمل، وحتى المورينغ كتبدا تطلع وكتبدا تولي بريونت، كيبدا يتغير اللون ديالها كتولي هكا لامعه. صافي، يعني تقريبا كوبيت السكر كامل، كاس ديال العنبه ديال السكر، ما تزيدو ما تنقصو السكر، راه الحلاوه ديالته كتكون مضبوطه. كاس ديال العنبه ديال السكر راه كافيه، بالعكس كتجي حلوه بالنسبه للناس اللي ما كيبغوش الحلاوه. وصافي غنبقى نطرب مزيان مزيان، نوريكم الشكل ديالها كيف كتشوفوا. ها هي بعد ما طربتها مزيان، ولا اللون ديال البياض ديال البيض تبدل ولا بريون لامع كيف كتشوفوا. ملي كنهزو كيعطينا هذاك القمقم ديال العصفور لو بيك كيف كتشوفوا. صافي، هي وجدت معنا المورينغ، جات المرحله الاخيره وكيف كتشوفوا ما كاين ما سهل من هكا. دابا غنبدا نضيفو في الكوكو. قبل من هذا، المهم هذه كتبقى طبيعه الحال حاجه اختياريه، انا حكيت شويه ديال قشره الحامض حيت انا كيعجبني الحامض مع الكوكو، كيجي كيتوسو بواحد الشكل رائع. يعني من الاحسن انكم تضيفوا سواء نكهه الحامض او هذا قشور الحامض. وصافي، جات المرحله الاخيره، بقاو نضيفوا في الكوك وحنا كنحركوا، وهذه المرحله المهمه باش تعرفوا فيها لا تيكستور ديال الحلوه ديالتنا واش وجدت ولا لا. المهم بقاو نضيفوا بشويه بشويه، حنا كنخلطوا ما نخلطوش دي غولبي يعني بالزربه باش ما نطيحوش هذاك المورينغ اللي طلعنا. نحركوا بشويه بشويه وحنا كنضيفوا في الكوك حتى كنكملوا الكميه كامله. وبالنسبه للقوام ديالو، نتوما تشوفوا الشكل القوام اللي غادي يعطينا، خصو يكون هكا
شد فراسو هاد الميرانغ ما يكونش هكا هابط، باش ملي ندخلوها للفران هكا تنشف وتفرط ثاني على شكل دي غوشي، يعني بحال شكل هكا الشكل العادي ديال الحلوه ديال الكوكي كتعرفوها. المهم انا بقى نضيف بشويه بشويه، كفاتني 250 غرام. يمكن لكم بالنسبه للكوب على حسب دابا الكوك على حسب النوعيه، كاين اللي غتقدر تحتاجو كثر وكاين اللي غتقدر تحتاجو اقل حسب الكوك، حيت الكوك هو راه كيشرب، انكم غتضيفوه راه غادي يشرب هذوك السوائل ديال الميرينغ. غادي يوقفنا الميرينغ طبيعه الحال، يعني الا كان حاسين بان الميرينغ ديالكم مازال محتاجه للكوك غادي تضيفو، تبقاو تضيفو نتوما عينكم ميزانكم في هذه الوصفه. الصراحه هذا هو الاشكال اللي فيها. المهم بالنسبه ليا كيف كتشوفوا ضفت 250 غرام دي كامله ديال الكوك، وهذا هو الشكل ديال الميرينغ ديالتي شاده فراسها. هذا هو الشكل ديالها كيف كتشوفوا، كتكون واقفه ما كتكونش سائحه ما كتكونش جاريه، يعني 250 غرام كفاتني. الا كان الكوك وكيف قلت لكم الكوك راه كل ما كبيتو غادي يزيد يشرب معكم، كل ما خليتو الوصفه غادي الكوك غادي يزيد يشرب، ولكن من الاحسن خدموها مباشره. صافي انا كنحاول نخلط مزيان باش ينسجم لي الميرينغ مع الكوك ديالي، والفران راني مسخنه على درجه حراره متوسطه، وجبت جوج معلقات ودرت الصينيه درت فيها ورق الزبده، ضروري من ورق الزبده باش ما تلصقش لكم، تفادوا ان تلصق لكم مع الطاوه ديالتكم. صافي درت جوج معلقات هكا باش كنعاون نهبط، وكيف شفتوا لا تيكستور ديالها كتكون الميرينغ شاده في راسها، يعني هاد الحلوه شاده في راسها ما كتكونش جاريه، حيت الا قللتوا الكوك غادي تجيكم على شكل الميرينغ، ولا دخلتوها الفران غتطلع ومن تخرجوها غتهبط، ولا كثرتوا الكوكو عاوتاني غتجيكم ناشفه، يعني خصكم تضبطوا لها القياس ديالها. وكيف كتشوفوا غنحاول نحطها، يعني متبعدوا ماشي مشكل، لان ما انكم كتضبطوا المقادير ما تخافوا والو، انا كنحطها حتى بعديتها ما غادي تنفخ ما غاديش تضيع ما غادي يوقع لها حتى شي اشكال. هانتوما تشوفوا الشكل ديالها دابا صافي غندخلها للفران. تبارك الله هاد الكميه اللي رادت لي جوج طاوات تبارك الله، شي 60 حبه متوسطه. بالنسبه للحجم ديال هاد الحلوه ديروها حجم متوسط، ما تكونش كبيره بزاف ولا صغيره، حجم متوسط كيجي منطرها زوين، وهكا هكا بحال شكل القيمه كتجي بنينه ومأنتكه في الاكل ديالها. صافي كيف كتشوفوا نبدا نصف حدا بعضياتهم، يعني قلت لكم ما كاين حتى شي مشكل، راه ما كيضيعوا ما والو، وغنطيبهم في الفران درجه حراره متوسطه. هاد الغيه كيطيبوا تقريبا 10 دقائق غتكون اللي طلسي عليها تلقاها تحرقات، يعني ردوا البال معاها في الطياب. حتى كتشوفوا طابت من التحت تبطوها للجهه التحتانيه ديال الفران، هاد الغيه كتحمر يعني ردوا البال وبشده. هذا هو الشكل النهائي ديالها كيف كتشوفوا بعد ما خرجتها من الفران، هذا هو الشكل النهائي اللي زينت بها هاد الحلوه ديال الكوك ديالتنا بالبياض ديال البيض وبالنكهه الحامض والفانيلا، كتجي صراحه رائعه جدا جدا جدا. الحلاوه هي هذه كيف كتشوفوا. بالنسبه للطريقه ديال الطياب انا دخلتها للفران، طابت ليا درتها في الفران ديال الغاز حراره متوسطه حتى كتحمر ليا من الجنيبات التحتانيين، هبطتها مباشره ودغيا تحمرات. المهم بالنسبه للمده ديال الطاو راه من 8 دقائق حتى 10 دقائق، يعني ما تغفلوش عليها باش ما تحرقش معكم، راه كطيب بسرعه قصوى. نقول لكم صحتكم وراحتكم، الى اللقاء في فيديو قادم، وصلوا لي فراسكم. السلام عليكم.